لمعالي الوزير السيد اللواء احمد طيب صقر محافظ الغربيه. تحيه اعزاز وتقدير للسيد اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظه الغربيه. تحيه اعزاز وتقدير للابطال. الابطال الحقيقيون الذين رفعوا اسم مصر عاليا. تحيه منكم جميعا لهؤلاء الابطال. تحية كبيرة لهؤلاء الأطفال يستحقوا منا كل هذا. لا أطيل عليكم كثيرا. ولكن أتوجه بشكر معالي المحافظ اللي عايز أقول لكم إن معالي وجه بهذا التكريم منذ أن وضع أرضكم وضعت أرض مصر. ولكن الظروف والمشاكل التي كانت مجرية جئنا لهذا اليوم وهذا التكريم. جئنا المكرم البطل الاولمبي محمد ممدوح الجديد لاعب منتخب الوطن رافع الاصفار وصاحب الميداليه الذهبيه. الحصل على ذهبيه بطوله افريقيا عام 2009، ذهبيه بطوله العالم ماليزيا 2010، ذهبيه بطوله العالم دبي 2014. لو قعدت اتكلم واقول مش هو في حقه ولا مش قادر كابتن محمد ممدوح. ولكن اخيرا كانت الميداليه الذهبيه في الدوره الاولمبيه ريو جانيرو 2016. تحية للبطل البارالمبي محمد السيد السيارات لاعب المنتخب الوطني لرفع الاصفار ذهبية مصر الدولية 2007 فضية دورة الألعاب العربية فضية بطولة ماليزيا الدولية وأخيرا فضية الدورة البارالمبية بريو جانيرو. تحية للاعب البطل البارالمبي شعبان إسماعيل خاطر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يونس ذهبية أفريقيا 2001 ذهبية أفريقيا برواندا 2015 ذهبت بطولة إيطاليا وأخيراً بطولة الدورة البارالمبية في البرازيل. تحية للبطل البارالمبي محمد سعد الزيت لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة بوكس. ذهبت أفريقيا رواندا 2015 فوز بطولة كأس العالم للقارات بالصين وأخيراً بطولة الدورة البارالمبية في البرازيل. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون. هؤلاء الذين حققوا لمصر ويحققوا دائما. لو استعرضنا على مدار 40 50 سنه هنلاقي الفرق القوميه بتاعتنا وفرق الكوره وكل الفرق لو خدنا ميداليه فضه وميداليه برونز في اي بطوله اللي مبسوطين وفرحانين وبننزل الشوارع زي الماتش بتاع يوم هولندا كان علينا وعلى هولندا. لكن الابطال دول بقالهم 20 سنه بيجوا ميداليات ذهب وفضه وبرونز. والميداليات ما بتبقاش بطولات عالم وبطولات اولمبيه. البطولات اللي محتاجه مجهود محتاجه امكانيات. النهارده بقول لكم ذوي القدرات الخاصه انتم الاسوياء. انتم الاسوياء باصراركم وبعقولكم وتدريبكم. واهتمام معالي المحافظ بتدريبكم اليوم اكبر دليل على انكم تستحقوا ذلك. مش هطول عليكم ان شاء الله النهارده نشوف برنامج بنحتفل بيكم كلنا النهارده جايين نفرح معاكم طبقا لتعليمات سيد المحافظ. شكرا جزيلا.